طيب الله وقتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر تطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. صدر العراق نحو 95 مليون برميل نفط خلال شهر واحد، وهو شهر آب أغسطس الماضي، وبلغت إيرادات نفط هذا الشهر 6.5 مليار دولار. فهل يتحسن وضع الاقتصاد في العراق؟ هل ترتفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار؟ أو على أقل تقدير يعود صرف الدينار العراقي كما كان قبل تخفيضه من قبل البنك المركزي؟ وفي ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، هل سنرى ميزانية 2022 متضمنة درجات وظيفية لخريجي الجامعات العراقية؟ أم أن هذا الارتفاع لن يخدم المواطن العراقي بشيء، وسيبقى صرف سعر الدينار العراقي منخفضا أمام الدولار الأمريكي؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم بعنوان: هل سيتحسن الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع أسعار النفط؟ حيث أعلنت وزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين تصدير نحو 95 مليون برميل نفط خلال شهر أغسطس آب الماضي بإيرادات مالية بلغت نحو 6.5 مليار دولار، ويعتمد العراق على النفط بنسبة 96% من إيراداته المالية، وسط تعهدات حكومية بالعمل على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتعزيز برنامج الضرائب الداخلية والاستثمارات الخارجية لتقليل الاعتماد على النفط. ذكر بيان لوزارة النفط أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ نحو 69.2 دولارا، ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يصل إلى 4.6 ملايين يوميا في الظروف الطبيعية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار وجود مساع دولية لإبقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولارا، ولفت إلى أن هناك زيادة مستمرة في صادرات العراق النفطية بحجم 400 ألف برميل شهريا، حيث اتفق العراق وأوبك في وقت سابق من الشهر الجاري على زيادة تدريجية في إنتاج النفط العراقي بمقدار 400 ألف برميل يوميا. وقال وزير النفط حينها بأنه أو وقال وزير النفط في ذلك الوقت بأنه تم الاتفاق مع أوبك على زيادة تدريجية في صادرات العراق النفطية، وأن ضخ الزيادة التي تقدر ب400 ألف برميل يوميا سيبدأ في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل. طبعا واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي مقتربة من 80 دولارا للبرميل في ظل نقص المعروض وارتفاع الطلب مع تخفيف القيود في عدد من دول العالم، وهو ما يتوقع معه أو يتوقع معه أن ترتفع إيرادات العراق من صادرات النفط خلال الشهر الجاري. مع هذا الارتفاع، مع ارتفاع الصادرات النفطية، يعني في شهر واحد 95 مليون برميل صدر من العراق، وإيرادات وصلت إلى 6.5 مليار دولار، تطرح الكثير من الأسئلة في الشارع العراقي: هل سوف يتحسن وضع الاقتصاد العراقي؟ هل سوف يعود الدينار العراقي كما كان؟ حتى هو قبل التخفيض، يعني صراحة يعني بعد 18 سنة من العملية السياسية في العراق لم يتغير شيء في موضوع الدينار العراقي، يعني بانتقال نوعية، يعني بقي من عام 2003 ولغاية قبل التخفيض في عام 2020 يراوح ما بين يعني سعر الصرف اللي هو
1200 و1000 وأقل من 1200 بشوية. هسه طبعا بالسوق هو تقريبا يوصل سعره إلى 1400 وشوية، كذلك 1480 مقابل الدولار الأمريكي. معنا اتصال منير من كركوك، تفضل منير. أستاذ عمر السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعلى المشاهدين الكرام وعلى كادر قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة إذا ارتفع سعر النفط أو نزل أو بكل الأحوال وضع العراق يعني اقتصاديا ما راح يتحسن. لماذا؟ لأن موضوع الاقتصاد العراقي استخدموه كورقة، ورقة أساسية لإذلال الشعب العراقي لما يمتلكه من تاريخ ومن حضارة نعم ومقومات. فبالنسبة للنفط إذا صاعد أو نزل ما يغير شيء من واقع الفرد العراقي كعائلة، هي نواة المجتمع، كفرد، كشعب بصورة عامة ما يغير أي شيء. لأنه حتى قبل الاحتلال أو من بدء التسعينات من تشكلت أحزاب المعارضة واجتمعت بمؤتمر لندن، برنامجها هو إذلال الشعب ونهب خيراته وتنفيذ الأجندات الدول اللي كانت تؤويهم وتدعمهم أو استخدمتهم كأدوات لتشكيل هاي العملية السياسية الفاشلة اللي ما شفنا منها أي خير. والله لو شايفين خير ما أنا أطلع على الهواء أحكي هيك، والشعب كل الجماهير تسمعني وهم السياسيين وأجهزتهم لم يسمعني وأعرض نفسي للخطر. لو شايفين خير والله ما نحكي، لو شايفين خير والله ما حد يطلع مظاهرات. زين ما يعني لا. الأمور المؤامرة انكشفت وهي مؤامرة إمبريالية بحتة، مؤامرة إمبريالية بحتة على الشعب العراقي. وأذوا الناس هواي. أنا يعني هاليوم كنت العصر يعني بحد الأسواق أشوف أطفال بعمر الزهور يبيع مي يبيع، يعني هذا حتى في زمن الحصار الاقتصادي اللي مر 13 أو 14 سنة ما شفت هيك شيء. أنا هسه اللي يسمعني يقول هذا والله بعثي أو نفسه بعثي، لا والله لا بعثي ولا نفسي. مستقل لهالدقيقة هاي أنا مستقل ولا أنت من أي حزب. بس الموضوع هو ماضي. إذا هو مو بس العراق ماضي، مو بس النفط ثروه، ليش النخيل اللي دمروه؟ ليش الثروة الحيوانية السمكية؟ ليش المياه؟ زين كل موسم شتوي إحنا يجينا أمطار خير وبركة من الله، سووكم كم سد؟ هسه نعاني من أزمة مائية. يعني هسه ما يخالف خلي نحكي بالصورة العامة. نعم. إذا تسمحي تفضل. هسه تبوقون افتهمنا، تكتلون افتهمنا، ماكو خدمات لا بلدية لا. إحنا بكركوك الحفاظات قامت تطبلنا للبيوت الله وكيلك والزباين وهم ساكتين، وفوق هذا هم مراضين علينا. انتوا وين تلقون مثلنا شعب ساكت؟ تبوقونا ساكتين، تكتلوننا ساكتين، تفجروننا ساكتين، يعني وين تلقون مثلنا؟ لو انت لو يم الشعب المصري كان ترمكم ترف بالشوارع. فبالنسبة لارتفاع أسعار النفط أو غير النفط، ليش العراق بس نفط بي فوسفات بكبريت بمعادن بغاز، هاي كلها مؤامرة ممنهجة مدروسة قبل سنين وباتفاق مع المحتل أو المحتل اتفق وياهم قبل ما يحتل العراق. نعم. فهذا ما كل شيء ما يأثر على واقع الفرد العراقي. أو يعني أكو حلول ترقيعية يبطون هذا الشارع مدري شنو كذا، بس ماكو حل دائمي للقضية العراقية. العراق أصبح قضية مثل باقي القضايا يعني. نعم. قضية العراقية مدروسة. إحنا صار جوازنا أسوأ جواز بالعالم، سمونا الدولة الفاشلة. ليش؟ هو اللي يحكي على دولتنا ما يحكي عليه، يعني يحكي على السياسيين يحكي علينا إحنا كدولة عراق. دولة كان رأسها مرفوع، كان لها قيمتها، كان لها ثقلها بالمنطقة بالشرق الأوسط. نعم أخي منير. فبالنسبة إذا كان يعني سعر صرف البرميل النفط أو يأثر على سعر صرف الدولار أمام الدولار الأمريكي، هذا مستحيل. كل شيء ما يغير، حتى لو المجتمع الدولي يريد يغير، طبقة سياسية بدها تحكم ما تقبل.
ما تقبل. نعم. ينظرون للشعب العراقي نظرة ضيقة، بعين صغيرة ينظرون للشعب العراقي. والله أقول لك شيء واحد، وأنا مسؤول عن كلامي، اشتغلت بهاي الحكومة من 2004 لحد 2009. أنا في يوم في أحد المكانات أكو اجتماع لمسؤولين، اشتغلت أنا يعني مو كموظف كحمايات، دخلوا وقالوا والله فلان محافظة طالعين مظاهرة على مود الكهرباء. المسؤول اللي هو من نفس المحافظة واللي هي قابل، نعم، جاءوا على أهل المحافظة قالوا هم سم شنو كهرباء سم الطهم. هذا الصيغة، وأنا مسؤول عن كلامي. أنا أشكرك منير الكركوك، كان معنا زيد من بغداد. زيد، هل سيتحسن الاقتصاد في العراق في ظل ارتفاع أسعار النفط؟ تفضل زيد. السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. يعني الوضع على رأيك قد ما يتحسن، لأن عندنا الأستاذ يعني هو البنزين 40 وهسه بالاسواق وصل 76 دولار. نعم. الشعب يحاسب، الشعب هذا نايم الترال. زين زيد، بقى حجة للحكومة بتخفيض أو خفض سعر الدينار مقابل الدولار، يعني كانت من الأسباب أنه بسبب جائحة كورونا وبسبب انخفاض أسعار النفط. اليوم النفط صار له كم شهر رجع يعني أسعاره طبيعية، والعراق يعني ما شاء الله بشهر واحد مصدر 95 مليون برميل وبقيمة 6.5 مليار المليار. هل يعود سعر صرف الدينار مثل ما كان برأيك؟ أستاذ يعني شلون تقبل هاي الفلوس؟ هم كلهم أحساب هسه مشتغلين كتجار وهناك بينزلوا لك سعر الدولار. أستاذ أنا أشكرك زيد وأعتذر منك لأن الصوت يقطع، إذا تقدر تعيد الاتصال. أم حسين من بغداد. أم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يومكم عيني. يا هلا بيش، تفضل يا أم حسين. يا عندي بنية مريضة. نعم. العام أخوها توفى عمره 8 أشهر، والسنة بنية عمرها 6 أشهر توها بالاستشفاء، عندها النمو وما أدري شو يسمونه. نعم. الضمور. نعم. علاجها مو ببغداد، علاجها بالبحرين، بالإمارات العقيات، بالإمارات. وأمها حالتها حالة وأبوها، وما عندهم يعني يسفرونها. وأريد المساعدة من عندكم، من الحكومة، من رئيس الإمارات، يعطيك صحة وعافية ويحفظك يابا. ما أريد من عندكم بس علاج هاي الطفلة. راجعتوا وزارة وزارة الصحة؟ وراجعنا ذاك الأسبوع. نعم. وقالوا لنا يوم الثلاثاء تعالوا كملنا الفحوصات والهاج. نعم. رحنا الثلاثاء قالوا احنا ما عندنا كمية دان هيك مبلغ نطلع البنية. ايش قد يكلف؟ والله يا أبا ما عندنا، ناس يقولون 12 دفتر، ناس يقولون 200 دولار. والله اليوم يعني حتى جديدة قامت ما تحس بيهن، وأمها متخبلة وأبوها وبيبيتها وهم قاعدين يجار، وأبوها عم يشتغل باليومية وجوبهم وهي بيبيتها أرملة، وعندها الولد هذا يشتغل لها شد الإيجار، وهي تخبز على مود تعيش عائلتها، والطفلة يعني حالتها صعبة، حالتها صعبة. نعم. وأنا يعني بيبيتها ويعطيك صحة وعافية. الله يعافيك.
والله اليوم ما مسرقة ومتخربطة، تقول بنتي فبنا وابوي انا سكونة حيل، واليوم احنا رحنا قدمنا يوم هاي الصفاري مش يسمونها يم بالمنصور الفيزياء ما ادري شو يسمونه، والله ما اعرفها يا يعني. نعم الفيزياء، وانا اطلب من الله ومنكم ومن الشعب العراقي الخيرين يلتفتوا لها الحكومه، ابو البحرين ما الامارات. نعم وانا حال يعني اشكركم، الله يشافيها ويعافيها وان شاء الله يسمعوك الخيرين ام حسين، وما يقصرون وياك. هذه مناشده من ام حسين لعلاج حفيدتها المريضه واللي مثل ما قالت ام حسين تعاني من الضمور. معنا ابو احمد من بغداد. ابو احمد، هل تتوقع بانه الاقتصاد العراقي يتحسن بعد ارتفاع اسعار النفط؟ حبيبي اول شيء تحياتي لك وجميع الكادر. يا هلا بك، اهلا وسهلا. الثانية جنابنا قلت النفط 69، لا النفط على الشريط الاقتصادي على كل القنوات شفت وصل 78. نعم هو وصل 80 اليوم النفط. اليوم وصل 80 78 اني قضيت اخر نشرة اقتصادية. نعم بس لو يوصل النفط والله 200 العراقيين ما يشوفون خير. تدري ليش؟ بس عندي ليش، شنو السبب؟ شنو السبب؟ عديجي اول شيء اعلى رواتب بالعالم احنا عندنا، اعلى رواتب للمسؤولين بالعالم كله. شنو يعني رئيس جمهوريه وشنو رئيس برلمان وشنو رئيس وزراء؟ رواتبهم 80 مليون غير المخططات غير النفط اللي يجيهم. شنو يسوون؟ انا ضابط اداري 4 مرات تصوبت اتشربت وطلعت بال 85 راتب 210 اعلى راتب بذاك الوقت، حتى انا اخذ 490 هاي حال الجندي المكلف. ليش؟ شنو الفرق هو عني واصبحها؟ وشنو قال العراق ياخذ 80 مليون غير النفط وهذه المخصصات اللي تجي منا ومنا وغير زين؟ هاي وحده. اثنين بكل العالم ماكو مخصصات شهاده يا عزيزي. الشهاده انت صرت دكتور بما غير بالشهاده، صرت ضابط غير بالشهاده، صرت مهندس غير بالشهاده، استاذ جامعي غير بالشهاده، شنو ترجع تصير مره ثانيه مخصصات شهاده؟ هذول تلقوا طبقتين بالعراق، طبقه للنبلاء وطبقه فقراء معدومه. انت تصدق 8 ملايين عراقي البات بدون عشاء، والله ما عنده قوت يومه، وذولا يقفون ارتفعت النسبه اكثر من 10 بحسب ارقام منظمه الفاو. نعم استاذ عمر، هم نعم. ليش ما ينزلون الدولار؟ الدولار يملكان وانت لو هم يملكون الدولار، هم يملكون الدولار، اذا نزل الدولار هذا ياثر عليهم، لان كل واحد وصل رصيدهم 600 مليون مليار دولار. والله انا اعرف جماعه وصلوا رصيده 600 مليار دولار، يعني منين جابها؟ زين انت رئيس وزراء كل شهر تطلع 200 مليار هذا البرزان العميد مال اسرائيل، هذا منين حصت ابوك هاي مال النفط؟ وبرميل واحد نفط ما يسلم العراق ويتآمر على العراق وتودي له 200 مليار دولار شهريا؟ يا حبيبي ذولا ما يفكرون بالفقير. جاء يعني صدق هسه احنا رواتبنا والله العظيم الاكل ما يكفي الراتب مالي، وهذا ياخذ له كل واحد ياخذ لي اقل شيء 40 50 مليون وطالعين بالخارج. تدري مسعود عنده 12,000 ياخذون رواتب مدير عام وهم فضائيين ويضرب رواتبهم؟ تدري مسعود يبوق رواتب المتقاعدين نصه يقصه وما حد يحاسبه؟ مسعود جاي يلعب طوبه بالعراق ما حد يحاسبه ولا واحد يقول شنو، ويودونا 200 مليار دولار شهريا. شنو مسعود ببني النفط؟ زين ابو احمد ايش قد عندك خدمه انت ابو احمد؟ والله عندي خدمه 35 سنه وطلعت من التدقيق العسكري
وعندي اصابات وعندي عجز 75 العجله 100 يطول 100 من 100 قراتله والعجله 75 و50 ما يطول عجز. وش قد التقاعد مالتك؟ ولا نعم التقاعد مالتك ايش قد؟ ايش قد اخذ 290 والله 290 يعني انا بال 85 والمدرسه تاخذ 50 وانا اخذ 210 هسه بدي تاخذ 300 وانا اخذ 490 هذا يا قانون ويا دوله ويا حكومه منين الله جابكم علينا الله يقنن دارتون والله العرب لا توفيق ابدا ما الله يخلصنا من شعار انيق الراس لا كان مخصصات زياده ومخصصات يطلع برا وفوق وسرقات وهذه شوف هسه الانتخابات الجد يصرفون عليها والفقير نايم بدون عشاء هاي منين يجيبوا هالعمال يتعاملون ولا الامارات تودي لهم والسعوديه تودي لهم في قريب تدمير العراق الى متى احنا ساكتين. تحياتي لك. حياك الله حياك الله ابو احمد. اني اشكرك يعني رجل عنده خدمه 35 سنه ياخذ 290 يعني 290 على التصريف هسه حتى ما يسوون يعني 200 دولار اللي خدم العراق 35 سنه. زيد من بغداد يعاود الاتصال بنا. تفضل اخي زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا يا هلا بك. الاتصال العراق طلعك حرام يا أخي بالبيت. أنا سعر الصرف راح يظل ثابت. إيه. يظل ثابت لأنك تحط دفرات الدخل والمدينة. الدخل والمدينة. أنا أتكلم معك. دولة خلاص الشعب الفلسطيني. ما هي شيء. ما هي شيء. العراق انت خدمة وتروح بعد عطوهم الشعب العراقي المفروض تروحين انت نعم. هناك مشكلة بالاتصال مع الأخ زيد من بغداد. أبو زكريا من كركوك. أبو زكريا شبوقة للحكومة حجة من خفض قيمة الدينار العراقي ما دام أسعار النفط ارتفعت؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أنا عندي طلب شخصي أطلبه من عندك بس بالنسبة للي تطلبون بك. نعم. مو كل واحد يحكي مسألته الشخصية، واحد يحكي على راتبه، واحد يحكي على وضعه، واحد مريض. مريض أنت قناة الرافدين مو وكيلة دي، قناة الرافدين هي صوت معين يمثل معاناة. البرنامج اسمه صوتكم أخي العزيز أبو زكريا. نعم نعم البرنامج نعم نعم اسمه صوتكم واللي ينقل معاناته من حقه ينقل معاناته عبر هذا البرنامج. صحيح بس اكو موضوع انتم مخصصين الثاني. تمام ما هو مرتبط بالموضوع. يعني هسه مثلا على سبيل المثال اذا اتصلت وحده من الامهات تناشد على ابنها المعتقل خلينا نقولها لا والله مو هذا الموضوع. يعني هذا على راسي. الله يسلم راسك. لا بس اسمح لي استاذ عمر. انت انا احترمك انت اخ عزيز. الله يسلمك الله يعزك. اللي شارك بالبرنامج اللي شارك باسم العراق مو شارك باسم راتبه هذا واحد. اثنين شنو سؤالك اللي حتى اجاوب جنابك الكريم. الله يسلمك. احنا بدنا نتحدث عن ارتفاع اسعار النفط. العراق بشهر 8 مصدر 95 مليون برميل بقيمة 6 مليارات ونصف المليار دولار واليوم صار سعر البرميل 80 دولار وهناك يعني توقعات بأنه يرتفع بعد أكثر. هل يتحسن الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع أسعار النفط برأيك؟ أبدا ما يتحسن. ليش؟ إذا يتحسن الاقتصاد العراقي والفرد العراقي يعني يتحسن وضعه نعم مو من صالح الطبقة السياسية هاي الفاسدة. ليش؟ أما مدى يحكمون البلد بمبدئية وقيم ومبادئ وعقيدة جايين حتى يبوقون إحنا ليش ما نحكيها هيجي؟ نعم. يعني إحنا يعني مستحين يعني أنا أستحي منك وأستحي من ذاك وذاك يستحي مني ما نستحي من رب العالمين ما نستحي من تاريخ العراق. نعم. عمي ناس جايين حتى يبوقون
هاي اولها وتاليها شكرا الى الفيمال. نعم ورد اسالك ليش مستعجل؟ اي نعم نعم لا لا احكي زين انت تقول مو من صالح الطبقه السياسيه انه يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، يعني هل تعتقد بانه افقار الشعب العراقي موضوع متعمد وليش؟ متعمد لتنفيذ الاجندات الخارجيه اللي قبل سنوات او عشرات السنين كانوا خارج العراق يدرسون عليها ويملوها عليهم الدول اللي كانت تأويهم هاي اولا. ثانيا 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 كل الدول اللي حكمتها عمان روح شوف حالها، لبنان، سوريا روح شوف حالها. يعني هذا شيء واضح، ما يحتاج هذه الحديث، ما يحتاج. احنا عايشين ببلد ما لنا حق نحكي، عايشين ببلد دنعاني من معيشه، دنعاني من سياسات خاطئه. نعم هذا جواب. أنا أشكرك أخي أبو زكريا من كركوك كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. تعبان يلا وكذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت بس بيش اخذت الربع بثلاثة ونص والله وانا عندي 6000 دينار الحمد لله وشكر على الاتحاد رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا فقرها كذبه اقولها كذبه يعني هذا البلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق تجي كذا تطي رواتب نطي في حدود 4.5 مليون رواتب موظفين 1.5 مليون مال متقاعدين تقريبا 1.2 مليون مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع لكل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك احنا هذا راح نخلي بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. في مال لا خليني في مال لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان اهلا بكم من جديد. معنا اتصال ابو شيماء من بغداد. ابو شيماء، هل سوف يتحسن الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع اسعار النفط؟ تفضل ابو شيماء. الله يسعدك حبيبي، اهلا وسهلا بك حبيبي. عندي فد موضوع خارج عنوان الحلقه. ايش عندك بالنسبه لو تسوون برنامج ضد هذا التطبيع اللي صار باربيل، دول السيوف الحشائر اللي حاطه عقال مترين على راسه يجي إسرائيل عندنا بالعراق. تكلمنا يعني نعم تكلمنا في يومها حول التطبيع في نشرات الأخبار واستقبلنا محللين حول هذا التطبيع المرفوض من الشعب العراقي، وذولا ما يمثلون العراق وذولا حفنة. لا اللي يقول أنا الشيخ هذا هو لا شيخ ولا شيء، جاي بسوي له مؤتمر يقول لك أنا دا طبع ويا الكيان الصهيوني على أساس يعني العراق يعني ما شاء الله ما عنده مشاكل وما عنده فساد والمواطن العراقي مرتاح بحيث ما بقت مشاكل عنده، بس يفكر
يطبع ويا الكيان الصهيوني، فهذا امر مرفوض طبعا تحدثنا عليه من اول البارحه. نعم اخي استاذ عمر. نعم. هم دول معانا احترامي للسيوخ الانبار الشرفاء الاخوان، يعني اكو ناس شرفاء ما قبلوا اصلا، ما قبلوا عليهم نهائيا، ما حد يعني اخي ابو شيماء، يعني هذا الامر فطري وطبيعي. يعني انت اليوم لو افترضنا جدلا، انت يعني المواطن العراقي ولا العراق ايش راح يستفاد من هذا التطبيع؟ من كيان غاصب، كيان متآمر على حتى على العراق، له يد بتدمير العراق، فحشاك بس العميل والخائن يحضر هيك مؤتمر. استاذ عمر، نعم. بالنسبه هو مو عتب احد على ابو اردين، اللي عتب على ابو كردستان. يعني انت ابو كردستان الجولاني وين الاقليم تقول ذاك ما عادي عبالي دعوه رئيسك، هذا شلون دعوه؟ يعني جاي مسؤولين اسرائيليين بالمياه بالقاع اللي اجتمعوا بيه، شلون الحكومه الكرديه ما تعرف؟ هسه احنا نروح لاربيل هم يقول لك منين جاي؟ من يا محافظه مو تمام استاذ عمر؟ هم يسالون ما يخلوك تدخل، يعني جاي الاسرائيليين جاي من هناك ولنايه وجاي بالمؤتمر وما سالت عليهم يقولون شنو عندهم ما عندهم. نعم. وانت مثال الالوسي، انت تافه، انت تقول انا عراقي وحد بالاولدي اثنين قتلهم الدواعي، شلون زيتك وشرفك وانت ذاك الاخر المال؟ طبعا هو هذا الشخص اللي انت نعم، هذا الشخص اللي ذكرته يعني من زمان هو يطالب بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. هو بالضبط صحيح أستاذ عمر، والله صحيح. نعم. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو شيماء، أنا اللي أشكرك، بس خلينا نسألك موضوعنا. أبو شيماء بعدك ويانا لو رحت؟ راح أبو شيماء. نعم. طبعاً يشار إلى أن البنك المركزي في العراق قد خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر من العام الماضي 2020 في ظل تحديات اقتصادية قالت حكومة الكاظمي بأنها تواجه البلاد، وعللت ذلك التخفيض بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرات أزمة فيروس كورونا. وأعلن البنك سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية لتصبح 1460 دينار لكل دولار بدلا من 1182 دينار سعر البيع في المصارف. طبعا في وقتها محافظ البنك المركزي يعني في وقتها مصطفى غالب قال في تصريحات صحفية في ذلك الوقت بأن الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار، ووفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق. ومن جانبه مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر صالح قال بأن تخفيض سعر الصرف يعد إجراء في اقتصاد ريعي كالعراق ذا صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية في ذلك الوقت أضاف مظهر صالح بأن التخفيض يحمل آثارا إيجابية بحسب قول لحاملي الثروات الحقيقية ذات الأصول الأجنبية كالأثرياء بالدولار أو مالكي الموجودات الأجنبية كالذهب والسيارات وغيرها، في حين يبقى المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف وفي الأحوال كافة هم ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، حيث قال سوف تهبط القوة الشرائية لمدخولاتهم بالعملة المحلية بنسبة انخفاض القيمة الخارجية للنقود بسبب ارتفاع الأسعار، ما يقتضي برنامجا حكوميا يعوض المتضررين. هذا كلام مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ولكن طبعا لم يطبق في وقتها يعني برنامج أو لغاية الآن برنامج لدعم مدخولي الدخل أو محدودي الدخل. معنا اتصال أبو مصطفى من بغداد. ها انقطع أبو مصطفى من بغداد. طبعا أشار مظهر كذلك بأن يبقى المتأثر، أو برر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي هذا التخفيض قائلا إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، وإما ندخل في عملية قيصرية للإصلاح. طبعا أوكي، في وقتها كان أزمة كورونا، اليوم الحمد لله في تراجع كبير مع ارتفاع معدلات تلقي اللقاح على المستوى العالمي وعودة الحياة إلى طبيعتها في جميع أنحاء العالم كذلك في بشكل متدرج ولكن متسارع. وفي وقتها انخفض سعر النفط، ولكن اليوم رجع سعر برميل النفط في الارتفاع. هل بقت حجة للحكومة بأنه تبقي على سعر صرف الدولار؟
هذه نقطة، وكذلك موضوع ارتفاع الأسعار في العراق. يعني شهد العراق منذ تخفيض قيمة الدينار العراقي بحجة دعم ميزانية الدولة وبحجة انخفاض أسعار النفط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمية في العراق في ارتفاع مستمر. فالتساؤل الرئيس، هل إنه بعد ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع صادرات العراق الشهرية من النفط، هل بقي من حجج من قبل الحكومة بإبقاء سعر الصرف وبإبقاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعيدا عن الرقابة الحقيقية للحكومة؟ هذه تساؤلات يطرحها المواطن العراقي، مثل ما استمعنا لبعض الأخوة العراقيين في الاتصالات، مثلا منير من كركوك قال صعود أسعار النفط صعود أسعار النفط قال لن يغير من الوضع الاقتصادي في العراق والوضع الاقتصادي للمواطن العراقي. كذلك تحدث أبو أحمد من بغداد وقال يعني رواتب ومخصصات المسؤولين سبب بانهيار الاقتصاد العراقي. أبو زكريا من كركوك قال بأن هناك تعمد بإفقار الشعب العراقي. هناك موضوع ربما على صلة بما يحدث في العراق وبسبب الفساد، طبعا الفساد له السبب والأثر الأكبر في انهيار الاقتصاد العراقي، وتداخل ضرب الزراعة والصناعة وسرقة أموال البلد. اليوم هناك حديث عن أنه الحكومة في العراق تتجه إلى شراء 12 مقاتلة باكستانية ب 600 مليون دولار. زين، أول شيء أنتوا عندكم أزمة اقتصادية، المفروض يبتعد اليوم العراق عن التسليح. أنت ما شاء الله قبل كم سنة اشتريت 36 طيارة F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك عقدت صفقات عسكرية مع كثير من الدول. اليوم المفروض الحكومة في العراق تتجه إلى دعم المواطن، دعم التعليم، دعم الصحة، وليس عسكرة المجتمع. طبعا ربما يختلف البعض حول هذا الطرح، ولكن الغريب بالأمر بأنه هي 12 طيارة والسعر 600 مليون. طبعا إذا قسمناها إحنا يعني تطلع الطيارة ب 50 مليون، 50 مليون دولار. من تجي أنت تفتح اللابتوب أو الحاسبة أو موبايلك تدور على سعر هاي الطيارة، سعر هاي الطيارة ما يتجاوز 20 مليون، 20 مليون ما يتجاوز 20 مليون في أفضل الحالات. العراق ربما يشتريها ب 50 مليون دولار. وين راح تروح ل 30 مليون او الاكثر من 30 مليون دولار؟ ربما يطلع مسؤول يقول لك لا، مو احنا هذه الصفقه من ضمن الصيانه وصفقه تمتد الى كذا سنه. يجب التوضيح بهذا الشيء، ومثل ما حصل بصفقه الاف 16 وصفقات اخرى في عهد نور المالكي اللي راح يفحص الطيارات بايده مثل الرقيه غريبة، وأشار إلها رحيم الدراجي بأنها صفقة فساد كبيرة، وأنه سعر الطائرة بكذا، وأنه تم التعاقد مع الباع بسعر خيالي بأضعاف أضعاف أضعاف سعرها. طبعا بال 2015 يعني تحدثت المصادر في العراق بأن الإدارة الأمريكية يعني وقعت الصفقة بأربع مليارات ونصف المليار دولار. من تجي انت هم تدور على سعر الاف 16 35 مليون دولار، بينما هنا تلقاها بسعر خيالي. فهذا امر طبعا ملف الشراء الأسلحة يعني ملف حتى اصبح مطروح في البرلمانات السابقة، وانه الملفات والصفقات فيها كمية فساد كبيرة جدا، كمية فساد كبيرة جدا. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، هل سوف يتحسن الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا؟ بالبداية أرحب بك. الله يسلمك.
يا أهلا قناة الرافدين. حياك الله دكتور. بالنسبة للوضعية العراق واختصاره واستقراره، ما دام هناك ميليشيات وأحزاب سواء صعد النفط أو نزل العراق أو الشعب العراقي ما راح ينعم بالحياة الكريمة، لأنه هذه الأحزاب هي ما تفكر بس بمصالحها وما تفكر بس بأصحاب الأحزاب والقادة مالتهم المسؤولين، أما الشعب العراقي فإلى الله حقيقة يا دكتور. بالنسبة مثل ما تفضل الدكتور قلت لك يعني الوضعية مال السوق النفطية يعني هذا ما راح يأثر وما راح يقدم أي شيء. ليش دكتور؟ لأنه إحنا ما عندنا يعني حقيقة اللي يحكمون واللي لازمين الملف الاقتصادي ناس اختصاص، مو ناس أهل اختصاص، ناس يعني معرفة مالتهم ضعيفة، الخبرة مالتهم ضعيفة، فلذلك تشوف الاقتصاد العراقي يعني ما راح ينتعش أبدا، يعني يبقى هو هو والمواطن العراقي يبقى هو هو، يعني بس شغلة واحدة هو إذا العراق الشعب العراقي يريد يعني يرتاح من الوضع الاقتصادي والتخلص من هذه الطبقة السياسية اللي ما شفنا على وجودها غير الدمار وغير الويلات اللي جلبت لنا بسبب هذه الطبقة السياسية. نعم زين أخي عبد الرزاق. أخي عبد الرزاق ديسمبر 2020 بررت الحكومة وبرر البنك المركزي بأنه يجب تخفيض قيمة الدينار العراقي لأسباب انخفاض أسعار النفط بسبب كورونا ولدعم ميزانية العراق طبعا برأس المواطن. اليوم الأمور بدأت ترجع، الحياة بدأت ترجع في كل دول العالم شيئا فشيء، واليوم أسعار النفط ارتفعت. أنت برأيك كمواطن عراقي هل بقي سبب أو حجة للحكومة حتى تبقي على السعر الصرف اليوم اللي موجود في العراق؟ دكتور ما ما زال وجود أكو هذه المصارف الأهلية هذه المصارف الأهلية اللي هي بوابة للأحزاب. نعم. هذه الأحزاب المصارف العفو هذه استنزفت قوة المواطن العراقي، وهذه المصارف هي للأحزاب واللي عملائهم أو الدول اللي تتحكم بهم، فما زال البنك المركزي يكون ضعيف أمام هذه المصارف الأهلية اللي دمرت اقتصاد العراق. قلت لك يعني ما راح يصير اي شيء، يعني سواء ينزلون الدولار او يصعدوا الدولار، هم حتى هم ما صعدوا الدولار يا دكتور، هم صعدوا لمصالحهم، يعني ما صعدوا لاجل خدمه المواطن، بالعكس، وحتى من ينزل الدولار هم هم للمصالح الاحزاب مالتهم، يعني المواطن يعني ما الى اي فائده وما الى أيضا. صدقني يا دكتور وتحياتي لك. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. إذن صدر العراق نحو 95 مليون برميل في شهر آب أغسطس الماضي، وبلغت إيرادات نفط هذا الشهر 6.5 مليار دولار. وطرحنا تساؤلات في هذه الحلقة، هل سوف يتحسن الاقتصاد العراقي في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا وفي ظل ارتفاع تصدير العراق، نسبة تصدير العراق للنفط، وهل سوف يعود صرف الدينار العراقي كما كان قبل تدخل البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي؟ وطرحنا تساؤل، هل في ظل ارتفاع أسعار النفط هل سنرى ميزانية 2022 متضمنة لدرجات وظيفية لخريجي العراق، أم أن هذا الارتفاع لن يخدم المواطن العراقي؟ شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.